ليه محمود متولي ومحمد عبد المنعم في دفاع النادي الاهلي؟ ليه ما فيش ياسر ابراهيم؟ ليه ما فيش رامي ربيعة؟ ليه ما فيش ايمن اشرف؟ ليه تفتكر كرة بيختار دايما محمود متولي؟ يمكن محمد عبد المنعم يعني بياخد حافظ مكانه الاساسي تقريبا في تشكيله الاهلي، بس ليه محمود متولي من وجهه نظرك؟ هو شايف ان محمود متولي امكانياته اعلى. ما خد بالك كل مدير فني وليه وجهه نظر، ممكن انا اجي الاعب ياسر ولاعب مثلا رامي ربيعة، واحد تاني يجي يلعب محمد عبد المنعم وياسر، واحد تالت يجي. فهو شايف ان محمود متولي بيأدي بشكل كويس وممكن يكون كورته كويسة في نفس الوقت. محمد عبد المنعم نفس القصة. تمام، فإمكانياته على حسب طريقة لعبه، هل الناس دي هتقدر تنفذ طريقة لعبه ولا لا؟ فهو شايف ان الاثنين دول هما اللي يقدروا ينفذوا طريقة لعبه، وهما اشتغلوا بشكل كويس على فكرة. انا سألتك السؤال ده عشان كورتهم كويسة، وانت كنت من المدافعين اصلا اللي كان ما نديتك، ما تقلقش انا اريك يا كريم. لا وانا جاي ولا جاي لك انت عشان انت راجل كنت يعني من احسن المدافعين اللي في مصر اللي كورتهم كويسة. وهو كمان بيعتمد كمان على نقل الكرة من تحت. خد بالك دلوقتي اصل هي الكرة الحديثة كده، الحديثة كده هي مش عايزة واحد بيدافع بس، مش واحد ان هو بيلعب الكره الطويله بس، لا واحد بيدافع عنده قوه وعنده سرعه وعنده كره في نفس الوقت ويعرف يطلع بالكره ويعرف ينقل بشكل كويس. فهو ده اللي بيعتمد عليه النادي الاهلي، فعشان كده هو بيلعب الاثنين دول، هو شايف ان الاثنين دول امكانياتهم كده. صحيح. انا بس عايز اعلق على حته الشوط الاولاني والشوط الثاني بقى. انا براحتك خش على حسب. خش على حسب. رغم ان الشوط الاولاني فيه ميس باص كتير للنادي الاهلي رغم كده، لكن النادي الاهلي ضيع فرص اكتر في الشوط الاولاني مش في الشوط الثاني. يعني الشوط الاولاني الاهلي ضيع اكتر يعني الفرص بتاعته اكتر. خد بالك، وكان الحته الهجوميه بتاعته افضل شويه. حته التغييرات يعني من وجهه نظري برضو يعني التغييره بتاع كريم فؤاد بالنسبه لي غريبه. يعني انا شايف برضو ان في بره حسين الشحات، في كان ممكن يحط البرازيلي مثلا جناح ويحط قفشه. ما انا عارف، ما خد بالك ساعات بتخدم وساعات ما بتخدمش. يعني كريم فؤاد بس هو خلي بالك كريم فؤاد برضو بيلعب باك ليفت وباك رايت، راجل جوكر، وبيلعب فين لما كان بيلعب فين بيلعب كان في نص الملعب. بس عارف انت حاسس كابتن وائل لفت نظرنا النقطه مهمه كنت لسه بتكلم عليها من شويه. انت برضو عندك على الدكه حسين الشحات، يعني انت لو عايز جناح فانت اوريدي جنبك حسين الشحات على سبيل المثال، او زي ما الكابتن وائل قال انه عندك اكتر من لاعب كان ممكن يلعبه كجناح. في الاخر كان ممكن يلعب بقفشه ويحط برونو سافيو ده ناحيه اليمين، ما هو برضه بيلعب جناح. برضه لازم نقول برضه هو في الاخر المدرب هو يعني هو يدير رؤيتنا. بس في الاخر هو اللي بيدير الامور، وهو اللي شايف مين الكويس في الاسبوع يعني في خلال التمرينات ديت، فهو بيشوف مين أنا الكويس. هقول لك قال في المؤتمر الصحفي انا ما قلتش هو غلط ولا صح، انا بقول وجهه نظري. ده اكيد يعني انا بقول ان انا استغربت من تغيير كريم. خد بالك يعني انا النهارده، طب انا ليه ما استغربتش مثلا من تغيير قفشه مكان حمدي فتحي؟ لان هو كان لسه ما جابش الهدف. تمام، فهو كان عايز يضغط تاني ويزود الناحيه الهجوميه، فحط قفشه ولعب بتفندر واحد. ما دي انا ما استغربتهاش. ليه؟ لان اللي عايز يكسب ممكن يجازف شويه. صح. تمام، فهو حط قفشه مع برونو سافيو. تمام، مع شادي، مع وهو كمان ايه بقى كريم فؤاد دفاعيا بيرجع بشكل كويس قوي، يعني الارتداد بتاعه بشكل كويس قوي، فهو ادى الحريه كمان لقفشه والناس اللي قدام عشان يضغط نادي الاسماعيلي. ما استغربتش، انا بتكلم على كريم فؤاد لان هو مش جناح يمين. صحيح. طب تمام، طب حضرتك ده من وجهه نظري برضو. طب ليه ما قلتش طيب طب ممكن السلية، طب ممكن السلية كان يبدا برضو يعمل النقطه دي. يعني هي في الاخر السلية يبدا النقطه يعني ينزل مكان برضو، ما هو السلية ممكن ينزل مكان مين؟ مكان حمدي. انا ما اتكلمتش، لا انا اتكلمت ان هو حط قفشه عشان يزود الناحيه الهجوميه ويلعب بأليو ديانج بس. أي انا فاهم، وده بالنسبه له، لان خد بالك فرقه الاسماعيلي كانت خلاص اتضغطت وبتلعب على الهجمه المرتده. تمام، فهو كان ممكن يكون مش محتاج اتنين ديفندرات لان هو بيزود. خد بالك هو انت قلت ايه؟ قلت ميزه النادي الاهلي النهارده لما الكره بتتقطع عايز يجيبها بسرعه، فهو بيجيبها منين بقى؟ من الخط الامامي. صحيح. خد بالك، فهو مزود الحته دي عشان يضغط فرقه الاسماعيلي، وبدليل هو لما جاب الهدف عمل ايه؟ نزل السوليه مع اليو ديانج. صح؟ يعني رجع تاني بنفس الطريقه. عشان كده قلت لك انا ما استغربتش، لان انا قريتها من وجهه نظري. عشان كده انا بقول ايه، استغربت من تغيير كريم رغم ان كريم هو اللي عامل الهدف، بس ده مش معناه اصل انت ممكن تنزل ناس توفق وناس ما توفقش. طيب هو قال انه نزل كريم فؤاد عشان هو كان في التدريب انه لاعب سريع وشاف ان في مساحات ورا الاسماعيلي لما حاول يهاجم، فلاعب كريم فؤاد ده كان راي مارسيل كولر.